آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أقبل إخواننا في تركيا. آمين. التي الذين ماتوا زلزالا. آمين. اللهم ارحمهم أنت خير الراحمين. آمين. اللهم اغفر جميع أموات من المسلمين. آمين. الذين يوحدونك بالشهادة. آمين. اللهم ülkemizde yaşanan bu deprem için yardım et. Göçük altında kalanların sağ salim kurtarılmasını nasip et. Amin. Yardım ekiplerinin işlerini kolaylaştır. Amin. Bu soğukta depremle mücadele veren kim varsa herkesin velisi, vekili ol. Amin. Bizi doğal afetlerden muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbi, umudumuz rahmetindir. Nasıl ki Hazreti Musa için Kızıldeniz'i ikiye yardın, enkaz altındaki kardeşlerimiz için de bir çıkış yolu nasip et. Amin. Allah'ım, bizim de kalbimiz enkaz altında olanlarınla, amin, bizlerin kalplerine inşirah ver. Amin. Enkazlardan kurtar. Amin. Sen ol dersen her şey oluverir. Amin. Sevindir. Amin. Sen varsan umut var. Amin. Ümit var. Amin. Yardım et ya Rabbi. Amin. 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 Ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم. نسألك يا الله تجعل في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والبخورا والمغفرة على أهل القبور. اللهم ارحمهم أنت خير الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم نور قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم نور قبورهم. اللهم اغفر جميع أموات المسلمين الذين ماتوا في تركيا. آمين. الذين ماتوا في تركيا. يا الله يا ربي يا الرحمن يا الرحيم. نسألك بكل اسم ولقد سميت به نفسك. آمين. او انزلت في كتابك. آمين. او علمت احدا من خلقك. آمين. او صادف الغيب عندك. آمين. أن تجعل في قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور والبهجة والبخور وتجنى أعمالنا بذكر القرآن ومكم ذنوبنا بنصر القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن ودخلنا الجنة بشفاعة القرآن. آمين. يا حي قبل كل حي. آمين. يا حي الذي يميت الحي. آمين. يا حي الذي الحي. آمين. نسألك حياة طيبة. آمين. يا دنيا فانية. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. اللهم ارحم أهل تركيا. اللهم ارحم أهل تركيا. آمين. اللهم ارحم أهل تركيا. آمين. إنك على كل شيء قدير. آمين. لا حول لنا. آمين. ولا قوة لنا. آمين. إلا بك يا الله. آمين. تعصى عزت وجبروت. وتعقد حي الذي لا يموت. آمين. اسلب عنهم الأذى. إنك على كل شيء قدير. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين.